لي ان انا اعيش يوم واحد وما ناقصني حاجه. احنا انا جيت في 2015 قدمت ورقي في انتخابات مجلس النواب الموجود الحالي. عندي شأس وبحب دايما احب الثقافه واحب الحياه واحب اشارك في العمل السياسي. طول ما انا عايش لازم اشارك في العمل السياسي في جميع المجالات يعني. لما ذاكرت بقى الاعداديه لقيت فيها طبعا حاجات يعني تختلف تماما عن الابتدائيه، وانا غاوي اصلا بحب عندي حب استطلاع ودايما بحب الثقافه وبشجع الثقافه. انا احب التاريخ واحب الجغرافيا واحب الدين واحب والانجليزي برضه، كنت يعني غاوي ان انا اتعلم الانجليزي. اي حد من ولادي اي حد من مدرسين ولادنا ابعت له يقعد معايا شويه واستشيره في الامور دي، وابعت رساله للعالم كله وللشباب كله لازم يجتهد ويأسي يعني وياخد مراحل التعليم يعني ياخد مراحل التعليم العاليه، عشان العلم طبعا نور والعلم يرفع بيوتا لا عماد لها والجهل يهدم بيوت المجد والكرم.